أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نتواصل في محاضراتنا الفيديوية لمادة الصوت والحركة الموجية. محاضرة اليوم بعنوان معادلة المسار الجسيم يتحرك بتأثير حركتين توافقيتين متعامدتين فهما نفس التردد. يرتبط بهذا الموضوع مصطلح مهم وهو شكل الإنسجام، والذي يمكن تعريفه على أنه المسار المنحني الذي يسلكه الجسيم الواقع تحت تأثير حركتين توافقيتين بسيطتين متعامدتين، ويعتمد هذا الشكل على سعة وتردد كل من الحركتين وفرق الطول بينهم. وإذا كانت النسبة بين ترددي الحركتين مساويًا للعدد الصحيح وفرق الطول بينهما زاوية معينة، فإن شكل المسار يكون مغلق. هناك طريقتان لرسم المسار، وهي الطريقة التحليلية وطريقة المتجه الدوار. سنخصص هذه المحاضرة للطريقة التحليلية، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتناول طريقة المتجه الدوار. نبدأ بداية باشتقاق معادلة المسار الجسيم يتحرك بتأثير حركتين توافقيتين متعامدتين لهما نفس التردد بالطريقة التحليلية. نفرض أن الجسيم يتحرك آنيا بتأثير حركتين توافقيتين متعامدتين ومتساويتين في التردد. الحركة الأولى هي حركة توافقية على المحور X، ودالة الإزاحة الآنية لها X تساوي أي ساين أوميجا تي زائد فيتا، حيث أي سعة الحركة أوميجا تردد الزاوي، ثيتا زاوية التطور الابتدائي، والتي الزمن، وسمينا هذه المعادلة معادلة رقم 1. الحركة التوافقية الثانية هي على المحور واي، ودالة الإزاحة الآنية لها واي تساوي بي ساين أوميجا تي، حيث بي هي سعة الحركة، أوميجا هو التردد الزاوي، تي هو الزمن. نلاحظ أن زاوية التطور الابتدائي للحركة الثانية هي صفر، وبالتالي فإن فيتا تمثل فرق الطور ما بين الحركتين. كذلك نلاحظ أن الحركتين لهم نفس تردد الزاوية. الآن نعمل على إيجاد معادلة المسار. معادلة المسار هي علاقة رياضية تربط بين إحداثيات الجسم وتكون خالية من الزمن. الآن نعمل على الحصول على معادلة المسار. أولاً بقسم الطرفي المعادلة 1 على أي، نحصل على X على أي تساوي ساين أوميجا تي زائد فيتا. هذه العلاقة أيضا يمكن تبسيطها بإيجاد مفكوك حاصل جمع ساين حاصل جمع زاويتين، اللي هي ساين ألفا زائد بيتا يساوي ساين ألفا كوساين بيتا زائد كوساين ألفا ساين بيتا. في حالتنا نلاحظ أن الأوميجا تي هي الألفا والفيتا هي البيتا. بالتعويض نحصل على أن X على A تساوي أن ساين أوميجا تي كوساين فيتا زائد كوساين أوميجا تي ساين فيتا، وهذا حنسميها معادلة رقم 3. الآن نحاول نختصر الزمن الحدين اللي بيهم الزمن من معادلة 3 اللي هو ساين أوميجا تي كوساين أوميجا تي. نلاحظ ساين أوميجا تي بالعودة إلى معادلة رقم 2 أن ساين أوميجا تي هي عبارة عن y على b. إذا نقدر من المعادلة رقم 2 نحصل على أن ساين أوميجا تي هي y على b. إذا هذا أول وحدة طلعناها بدلالة الواي على b. تبقى لنا الكوساين أوميجا تي، كيف نختصر؟ الآن ساين أوميجا تي وكوساين أوميجا تي ترتبط فيما بينها بعلاقة أن ساين تربيع أوميجا تي زائد الكوساين تربيع أوميجا تي يساوي 1. منها نقدر نستنتج أن الكوساين أوميجا تي تساوي 1 ناقص ساين تربيع أوميجا تي، وبعدين بالجذر نحصل على أنه كوساين أوميجا تي يساوي تحت الجذر 1 ناقص ساين تربيع أوميجا تي. لكن ساين أوميجا تي هي واي على بي. بالتعويض إذا نقدر نحصل على أن الكوساين أوميجا تي هي تحت الجذر 1 ناقص واي تربيع على بي تربيع.
الآن العلاقة 4 والعلاقة 5 تعطينا الساين أوميجا تي والكوساين أوميجا تي بدلالة الإزاحة واي. بالتعويض المعادلة 5 و4 في المعادلة 3 نحصل على إنه إكس على أي تساوي ساين أوميجا تي مكان ساين أوميجا تي، حنعوض واي على بي، واي على بي في كوساين ثيتا زائدا مكان كوساين أوميجا تي حنعوض تحت الجذر 1 - y² على بي تربيع، فصير تحت الجذر 1 - y² على بي تربيع مضروبة في ساين ثيتا. هذه المعادلة هي معادلة المسار، لكنها نوعا ما غير مرتبة. نحاول الآن نحاول نرتبها أكثر. الخطوة الأولى أن نتخلص من الجذر ويكون كالتالي: الحدود اللي ما بها الجذر ننقلها بجهة، والجذر نبقيه في جهة حتى نربع الطرفين ونتخلص من الجذر. فننقل بداية واي على بي كوساين ثيتا للطرف الآخر، فيصير عندنا هنا اكس على اي ناقص واي على بي كوساين ثيتا يساوي لي تحت الجذر 1 - y² على بي تربيع مضروبة في ساين ثيتا. الآن للتخلص من الجذر نربع الطرفين، صار لنا هذا الطرف تربيع يساوي لنا هذا الطرف تربيع. الآن نربع هذا القوس، يا إما نضربه في نفسه أو نستخدم مفكوك مربع كامل ليمثل لي مربع الأول نفس الإشارة، ضاف الأول في الثاني زائد المربع لحد الثاني تربيع يساوي لي هذا القوس كله تربيع. التربيع يدخل على الجذر يلغي الجذر، يبقى لي 1 - y² على بي تربيع، والتربيع يدخل على الساين يصير عندي ساين تربيع ثيتا. وهنا طلاب لازم تنتبهون أن الساين هو خارج الجذر. الآن نبسط المعادلة أكثر، ندخل الساين تربيع على داخل القوس، فيصير عندي هنا ساين تربيع ناقص 1 - y² على بي تربيع ساين تربيع ثيتا. الآن الحدود اللي بيها إحداثيات الجسم اللي إكس والواي نخليها في جهة، والحدود اللي ما بيها إحداثيات الجسم نخليها في الجهة الثانية، والحد الوحيد اللي ما بيه اللي هو ساين تربيع. فنبقي ساين تربيع ثيتا وننقل ناقص واي تربيع على بي تربيع للطرف الثاني، فنقلناها للطرف الثاني ولاحظ أن إشارتها كانت سالبة، لما نقلناها صارت إشارتها موجبة. الآن نلاحظ أن هالحدين بيهم الواي تربيع على بي تربيع عامل مشترك، هنطلع عامل مشترك، يبقى لي من هنا ساين تربيع زائد كوساين تربيع يساوي لنا ساين تربيع ثيتا. نلاحظ هنا أن ساين تربيع ثيتا زائد كوساين تربيع ثيتا يساوي 1. إذا صار عندي المعادلة بالشكل التالي: إكس تربيع على أي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع ناقص 2 إكس واي على أي بي كوساين ثيتا يساوي لنا ساين تربيع ثيتا. هذه تمثل معادلة المسار للجسيم بتأثير حركتين توافقيتين متعامدتين لهما نفس التردد، وهي معادلة قطع ناقص، حيث الـ A والـ B هي سعة الحركتين وثيتا هو فرق الطور بينهما. الآن نأتي إلى بعض التطبيقات لزوايا مختلفة. بداية نبدأ بمسار جسيم بتأثير حركتين توافقيتين متعامدتين متساويتين بالتردد وفرق الطور بينهما 0، أن ثيتا يساوي 0. نبدأ بمعادلة المسار، هي إكس تربيع على أي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع ناقص 2 إكس واي على أي بي كوساين ثيتا يساوي ساين تربيع ثيتا. الآن صارت ثيتا معلومة، نعوض عن قيمة ثيتا في المعادلة بالصفر، نعوض عن قيمة الكوساين الصفر ب1، نحصل على العلاقة التالية: إن إكس تربيع على أي تربيع ناقص 2 إكس واي على أي بي زائد واي تربيع على بي تربيع يساوي 0. الآن هذه المعادلة نقدر نكتبها بطريقة أبسط باستعمال مفكوك المربع الكامل، حيث نلاحظ أن هذه العبارة هي عبارة عن مفكوك مربع كامل لـ x على a ناقص y على b. لاحظ هذا الحد الأول مربع الحد الأول، هذا مربع الحد الثاني، هذه إشارة السالب تدل على أن الإشارة ما بين الحدين هي سالبة، هذا ضعف الأول في الثاني يساوي 0. الآن بجذر طرفين نحصل على أن x على a ناقص y على b يساوي 0. نقدر
ناخذ ال واي على بي الجهة الثانية، يصير عندنا هنا واي على بي تساوي لنا اكس على اي، نضرب الطرفين في بي تطلع لنا واي يساوي لنا بي على اي في اكس. هذه هي عبارة عن معادلة خط مستقيم، شكل المسار يكون مسار على شكل خط مستقيم يمر من نقطة الأصل وكل ميله موجب. الآن الحالة الثانية، مسار جسيم بتأثير حركتين توافقيتين متعامدتين متساويتين بالتردد وبينهما فرق طور 45 درجة اللي هي باي على 4. هذا نكتب معادلة المسار ونعوض بالزاوية بباي على 4. الآن باي على 4، 45 هي أيضا من الزوايا الخاصة، ساينها 1 على جذر 2 وكوساينها أيضا 1 على جذر 2. نعوض عن الساين والكوساين في المعادلة، عن الكوساين ب1 على جذر 2 والساين أيضا 1 على جذر 2 بالعلاقة أيضا مربعة. لاحظ أن أنا 1 على جذر 2 تربت وانتهينا نصف، هنا أيضا الاثنين نحولها إلى جذر 2 في جذر 2 على جذر 2 الموجودة بالأساس، زائد واي تربيع على بي تربيع يساوي نصف. طبعا هذا النصف جت من 1 على جذر 2 في 1 على جذر 2 انتهينا 1 على نصف. نختصر جذر 2 مع جذر 2 تطلع المعادلة النهائية انه اكس تربيع على اي تربيع ناقص جذر 2 مضروبة في اكس واي على اي بي زائد واي تربيع على بي تربيع تساوي نصف. هذا تمثل لي معادلة المسار في حالة كون فرق الطول تساوي 45 درجة، ويكون شكل المسار على شكل قطع ناقص مائل كما موضح في الشكل. الحالة الثالثة هو مسار الجسيم بتأثير حركتين توافقيتين متعامدتين متساويتين بالتردد بينهما فرق طور 90 درجة اللي هي باي على 2. نفس الطريقة، أول شيء نكتب معادلة المسار ومن ثم نعوض بمكان الزاوية ب90 درجة. هنا عندي كوساين باي على 2، وهنا عندي ساين تربيع باي على 2. نعرف أن ساين 90 هو 1 وكوساين 90 هو 0، بالتعويض عن قيمة الساين بواحد عن كوساين 0 نحصل على هذه العلاقة، ومنه نحصل على العلاقة التالية: x تربيع على y تربيع زائد y تربيع على b تربيع يساوي 1. هذا أيضا معادلة المسار في حالة كون فرق الطول بين الحركتين يساوي لنا 90 درجة. يكون الشكل عبارة عن قطع ناقص محوراه الأساسيان على امتداد المحور x والواي كما موضح بالشكل. هنا طبعا عندنا حالة خاصة، لو كانت الـ A تساوي الـ B في هذه الحالة نحصل على المعادلة التالية، أنه X تربيع زائد Y تربيع يساوي A تربيع، وهي معادلة الدائرة. يطلع الشكل بهذه الطريقة، أنه شكل المسار عبارة عن دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها A. الحالة الرابعة هو مسار الجسيم بتأثير حركتين توافقيتين متعامدتين متساويتين بالتردد بينهما فرق طور 3 باي على 4 اللي هي 135 درجة. هذا نكتب العلاقة ونعوض عن مكان الزاوية ب3 باي على 4 اللي هي 135 درجة. عندي هنا ساين 135 اللي هو 1 على جذر 2 وكوساين 135 هي ناقص 1 على جذر 2. هنا تنتبهون طلاب ان الزاوية هنا هي في الربع الثالث اللي بيها الساين موجب والكوساين سالب. بعد التعويض بالقيم الساين والكوساين نحصل على هذه العلاقة. هنا ننتبه ان الكوساين إشارة سالبة، بالعلاقة عندنا قبلها إشارة سالب، فسالب في السالب تعطينا موجب. فصل عند العلاقة النهائية اكس تربيع على اكس تربيع زائد، ايضا نحول الاثنين الى جذر 2 في جذر 2، عندنا هنا 1 على جذر 2 زائد واي تربيع على بي تربيع يساوي 1. ايضا نختصر جذر 2 مع جذر 2، تطلع العلاقة النهائية اكس تربيع على اي تربيع زائد جذر 2 اكس واي على اي بي زائد واي تربيع على بي تربيع تساوي نصف. هذه هي معادلة المسار، ويكون شكل المسار على شكل قطع ناقص مائل كما هو موضح بالشكل. الحالة الخامسة والأخيرة هي مسار الجسيم تأثير حركتين توافقيتين متعامدتين متساويتين بالتردد وبينهما فرق طور باي اللي هي 180 درجة. أيضا نكتب معادلة المسار ونعوض عن الزاوية ثيتا ب باي. أيضا عندي من النسب المثلثية للزوايا الخاصة أن ساين الباي اللي هو ساين 180 صفر، وكوساين 180 هو ناقص 1. نعوض عن قيمة الساين والكوساين في
انه اكس تربيع على اي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع ناقص 2 اكس واي على اي بي مضروب في ناقص 1 اللي هو الكوساين، اللي هي قيمة كوساين باي يساوي لنا 0 تربيع. الآن أيضا ناقص في الناقص نعطينا موجب، نرتب الحدود انه اكس تربيع على اي تربيع زائد 2 اكس واي على اي بي زائد واي تربيع على بي تربيع يساوي 0. هذا أيضا يمثل مفكوك مربع كامل اللي هو اكس على اي زائد واي على بي تربيع يساوي 0. أيضا الآن نجذر الطرفين، حصل على أن x على a زائد y على b يساوي من صفر. x على a نأخذها من الجهة للجهة الثانية، صار عندي هنا أن y يساوي لي، أو أن y على b يساوي لي ناقص x على a، بعدين نضرب الطرفين في b فنحصل على العلاقة أن y يساوي لي ناقص b على a مضربة في x. هذه تمثل معادلة المسار. نلاحظ هنا أن الميل سالب والمستقيم يمر في نقطة الأصل، يكون شكل المسار بهذا الشكل، ويكون معادلة أو يكون معادلة المسار هي معادلة خط مستقيم وميله سالب، والشكل يكون بهذا الشكل الموضح. طبعا طلاب هذه الأشكال اللي وردت حاليا هي فقط لتعرف إنه كيف يكون الشكل، أما كيف نرسم الشكل المسار بصورة دقيقة فهذا إن شاء الله يكون بالطريقة الثانية اللي هي طريقة المتجه الدوار. بهذا نكون قد أكملنا هذه المحاضرة.